زلنا مشاهدين في قناة شفت لهم مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا على مستوى ساحة مارشال وتلاحظوا معنا مشاهدين الكرام احتفالات للجماهير البيضاوية قبل انطلاق مباراة اللي غتجمع ما بين المغرب ضد نظيره الفرنسي. مكتوب معنا صلاة على النبي. يعني كما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام احتفالات للجماهير البيضاوية قبل انطلاق المباراة. فكنتمناو التوفيق يا ربي للأسود الأطلس أنهم يشرفونا أيضا في هذه المقابلة هذه. كنتمناو لهم كل التوفيق حظ سعيد يا ربي إن شاء الله. كنتمناو أنهم يفرحونا. كما كتلاحظوا معنا جميع الفئات العمرية كلها خارجة من أجل مشاهدة هذه المباراة القوية التي تجمع ما بين المغرب ضد نظيره المنتخب الفرنسي ضمن نصف نهائي كأس العالم. عندنا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم من امل نلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.